تباينت آراء الشارع الجزائري حيال التحولات الإقليمية بعد الربيع العربي، وما أفرزته الانتخابات من نتائج أوصلت حزب النهضة الإسلامي في تونس إلى قمة الهرم السياسي بعد حظر طويل أبقاه في سدة المعارضة بالخارج، واحتمال حدوث التوجه ذاته في ليبيا، المغرب ومصر هو النقاش الدائر بين مهدي، وفاء وريما. نحن الجزائريين عندنا تجربة وعندنا مخاوف من تأثيرات هذا النظام وهذا التيار على الجزائر مستقبلا. أنا غير متخوف من صعود التيارات الإسلامية للسلطة. التجربة التونسية ستثبت لنا بأن التيار الإسلامي الجديد أو التيار الإسلامي الحداثي الذي صعد للسلطة في تونس سيثبت لنا تجربة ديمقراطية جديدة، صحيح أنها ستكون مغايرة لتجربة ديمقراطية في الغرب، ولكن هذه التجربة ستكون مناسبة أكثر لخصوصية الشعب العربي خاصة بعد الثورات العربية. فيما بدا التخوف واضحا لدى كهنة وفوزية من عدم احترام بعض التيارات الصاعدة في الدول المجاورة للجزائر لحقوق المرأة والديمقراطية الناشئة بها. هي متخوفة منهم باسكو لأنه حقوق الإنسان حقوق المرأة هذوما يقولوهم في الخطابات تاعهم باش يطلعوا في الانتخابات، ولكن غير يطلعوا في الانتخابات تاعهم ديك يحكموا الحكم كل شيء يولي لصالحهم. بالنسبة للتيار الإسلامي التخوف يبقى فقط في البرنامج، لأن أي حزب يضع برنامج لكن الورق شيء والممارسة في أرض الواقع شيء آخر. تداعيات امتداد التيارات الإسلامية إلى الجزائر تبدو قائمة في نظر المتابعين، وإن كانت محدودة على خلفية الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العشرية السوداء. أن هناك حد أدنى من التحصين الجزائري تجاه ما يسمى بالخط المتطرف في التيار الإسلامي، هذا من ناحية، لكن بالمقابل يجب ألا نغفل بأن هذا التمدد للتيار الإسلامي سواء في ليبيا أو في تونس أو حتى في مصر، يعني حسب التوقعات، أو حتى المغرب، سيكون له طبعا تداعيات فيما يتعلق بتشجيع الحركات الإسلامية على النشاط السياسي وعلى الهدف أو على طموحها الدائم وهو الوصول إلى السلطة. وتنشط في الجزائر أحزاب ذات توجه إسلامي، منها ما هو مشارك في الحكومة كما هو الحال مع حركة حمص، وأخرى في المعارضة مثل حركة الإصلاح وحركة النهضة الجزائرية، في مقابل حركات جهادية توصف بالمتطرفة فضلت لغة السلاح للوصول إلى السلطة بدل صناديق الاقتراع. محمد جرادة لليوم على الحرة، الجزائر.